جيرارد بيكي، جيرارد بيكي، باي باي جيرارد. هذا اللي شفتوه من ثواني حقيقي 100%، لا ذكاء اصطناعي ولا فوتوشوب. لاعب برشلونة ومنتخب اسبانيا السابق جيرارد بيكي في اتصال فيديو مع شاب مغربي داخل غرفته المتواضعة على سطح بيته في المغرب. المكالمة ما كان فيها اي شيء مميز، بس بيكي طلب منه انه يجي يلعب عنده في البطولة. الياس المالكي صانع محتوى ترفيهي من المغرب اكتسح المنصة العالمية للبثوث المباشرة كيك، وقعد على قمة الترند فترة مش بسيطة. فما لقى غير بيكي بيحكي معه على الانستغرام بيقول له مرحبا الياس، ممكن تيجي تلعب عندنا في دور الملوك. دور الملوك هاي بطولة كرة قدم جديدة اخترعها بيكي من سنتين تقريبا، هي كرة قدم بس إلها قوانينها الخاصة وبتلعب داخل الصالات. طلب بيكي من الياس انه يترأس منتخب المغرب، يعني اصنع فريق من لاعبي كرة قدم مغاربة وتعال تحدى المنتخبات الموجودة عندنا. وعلى حكي الياس انه صار متفق مع لاعبين سابقين مثل عصام الراقي وزكريا حدراف والنهيري وياسين الصالحي وغيرهم عشان يمثلوا المغرب في هاي البطولة. وغير الياس هناك نجوم كرة قدم سابقين ومشاهير من حول العالم، قدر بيكي يقنعهم انهم يمثلوا فرق في دوري الملوك مثل الاكركاسياس، ايدن هازارد، ريو فيرديناند، توتي وشيفشينكو. ولحد الان في 3 منتخبات اكدت مشاركتها في كأس عالم الملوك، وهم المغرب، إسبانيا والمكسيك، والفائز راح يفوز بمليون دولار بحضور ملك الملوك زلاتان إبراهيموفيتش. مليون دولار؟ صدق حلوين يا الياس؟